أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بحلقة جديدة من شبابلك بقصص نجاح الطلاب السوريين ببلدان اللجوء. رح نبدأ فقراتنا ورح ننتقل منها للحديث عن الأمن الرقمي للموظفين، ومن سوريا رح يكون معنا محمد بمشاكل طلاب البكالوريا، والختام مع أول نقابة طلابية بتركيا للسوريين. خلوكم معنا ولا تروحوا لبعيد. فقرتنا لليوم رح نحكي عن قصة نجاح صبية سورية بإحدى الجامعات التركية، ورح نحكي كمان عن تخصص الهندسة الغذائية. خلوكم معنا. بالفترة الأخيرة ضجت وسائل الإعلام بنجاحات بعض الطلاب السوريين بمختلف الجامعات التركية، ومو بس هيك، أساميهم تصدرت المراتب الأولى بقوائم المتفوقين. ورا كل نجاح في قصص ومعاناة وتحديات مختلفة، ويمكن هذا الشيء اللي بيميز نجاحات الطلاب السوريين بدول اللجوء ولا سيما تركيا. بفقرة اليوم رح نحكي عن قصة نجاح صبية تخرجت من كلية الهندسة الغذائية بجامعة غازي عنتاب وقدرت تحصد المرتبة الأولى وتتفوق على زملائها. ومثل ما وعدتكم بكل أسبوع نتناول تخصص جامعي مختلف، فرح نحكي عن الهندسة الغذائية بمشاركة ضيفتي. أسئلة متنوعة رح نجاوب عنها، لكن خلونا نروح نشوف المادة التالية ونرجع نبدأ حوارنا. للحديث أكثر عن موضوعنا بيسعدني رحب بضيفتي تهاني قاسم، خريجة هندسة غذائية بجامعة غازي عنتاب. أهلا وسهلا فيك تهاني. أهلا وسهلا فيكم وشكرا لكم على هذه الاستضافة الجميلة. بداية مبروك التخرج ومبروك حصولك على المرتبة الأولى كمان. الله يبارك بعملك يا رب. تهاني، شو بيعني لك هالنجاح وقديش تعبتي لتوصلي لهي المرحلة؟ بصراحة كان المشوار كتير طويل، وهذا التفوق بقدمه لأهلي ووطني، وشكرا لكل من وقف معي من عائلتي وأصدقائي وأستاذتي. نعم تهاني، شو هي أبرز الصعوبات اللي واجهتك أثناء دراستك بالجامعة؟ بصراحة أصعب الصعوبات هي كان مشكلة اللغة التركية، حتى لو كان في لعب اللغة الإنجليزية، لكن بعض الأساس كان يشرحونا باللغة التركية. وفي بعض الانسجامات مع الطلاب الأتراك، يعني عدم تقبلهم لنا بأننا دخلنا الجامعة بعدم امتحان. هذه كان أربع سنوات قبل. في غير صعوبات واجهتيها أو عانيتي منها ضمن أو خلال مرحلة الدراسة إنه غير اللي ذكرتيهم؟ بصراحة لا، الحمد لله. طيب تهاني، خلينا نحكي شوي عن تخصصك، يعني كم سنة بيكون وشو هي المواد الأساسية بفرع الهندسة الغذائية هون بتركيا؟ الفرع هو عبارة عن 4 سنوات، بالسنة الأخيرة الفصل الثاني يكون 4 أشهر ستاج. الفرع الهندسي هو فرع هندسي بحت، فيه كل المواد الرياضيات، الأحصاء، أغلب مواد كانت كيمياء حيوية، عضوية، تطبيقية، تحليلية،
مخبرية. في كمان هي تنقسم من الهندسة الغذائية إلى علوم هندسية وتكنولوجيا هندسية. التكنولوجيا هي تطمن الآلات وعملية صنع المواد الغذائية وإنتاجها وتغليفها. أي بس تعاني التسجيل بفرع الهندسة الغذائية، هل بيحتاج لدخول الامتحان اليوس والنجاح فيه؟ طبعا هلا قبل 4 سنوات كان لا يوجد، لكن فيما بعد أصبح مهم. طيب تهاني، يعني حضرتك دخلت الفرع عن رغبة، يعني انه هذا هو كان الفرع اللي انت دائما بتحلمي فيه؟ بصراحة انا كنت بحلب ادرس طب اسنان، لكن وقت تركيا ما كنت بعرف شو بدي افاضل، يعني ما كان حدا ينصحني شو بدي اعمل. فضلت اول سنين ما طلع لي طب اسنان. دخلت على الهندسة الغذائية رغبة فيه بسبب حبي للكيمياء، يعني طبعا دخلته عن حب. يعني في فرق كتير كبير بين الفرع اللي كنت انت رح تدرسي او عم تدرسي بسوريا والفرع اللي هلا اللي تخرجت منه، يعني في خليني اقول نقل نوعية بين ما بين الفرعين، فكيف قدرتي انه يعني توافقي بين الفرعين وتتجاوزي الفرع الاول؟ بصراحة يمكن أنا أكون مكملة طب أسنان، يمكن ما أدخل رغبة فيه، يعني ما دخلت له هيك على رغبة، يعني كان مش مواد بحق لي طب أسنان، دخلت له على طب أسنان بس. هذا الفرق هلا دخلت هندسة غذائية، حسيت حالي أبدعت رغم كان الجهد كثير قليل. يعني هذا الفرق بين الطب والهندسة. طيب تهاني، خلال دراستك بالجامعة هل هناك أو هل كان في تقبل أو خليني أقول مساعدة من قبل الدكاترة بالجامعة لكم، يعني أو لإلك، يعني كونك تعدي طالبة خلينا نقول أجنبية بالجامعات التركية، فكان في تقبل من قبلهم أو مثلا مساعدة لإلكم، يعني كونه عم تدرسوا انه هذا الفرع بلغة تانية خليني اقول؟ مضبوط. هلا بالنسبة للدكاترة في كم دكتور بتلاقي انه في عندهم عنصرية، بس اغلب الطلاب كانوا يحترمون الطلاب السوريين لان اغلبهم كانوا متفوقين، يعني مو انا بس الوحيدة. في كثير طلاب سوريين ابدعوا بهذا الفرع. تهاني، كتير بنسمع من الطلاب وخاصة بالسنوات الأولى أنهم بيعانوا كتير من كيفية دراسة المواد والتحضير للامتحان، فشو هي الطريقة يلي أنت اعتمدت عليها بدراستك لفرع الهندسة الغذائية؟ أول شيء الحضور، لأنه بالفرع الهندسة الغذائية الحضور كتير مهم. وثاني شيء دراسة المحاضرة أول بأول، لأن المحاضرة اللي بعدها بتتعلق باللي قبلها. وفي شغلة كمان مثل في برامج يجب أن يعرفها الطالب قبل دخوله للهندسة، مثل عندك برامج إكسل، وورد، باوربوينت، في برامج موبايل ديزاين مثل سكتشاب، دي آي دي، ماتلاب. تهاني، شو هي أفضل الجامعات يلي يعني هون بتركيا يلي بتدرس فرع هندسة الغذائية؟ أنا برأيي يعني أي كلية هو الإنسان اللي أبدع فيها، يعني في عندك أفضل الجامعات هي الشرق الأوسط، حاجي تبا، لكن أنا بنظري أنه كليتي هي أهم شيء وأفضل شيء. يعني برأيي كمان بالنهاية، يعني أي دكتور ما بيعلم الطالب إذا هو ما كان رغبان، يعني مثلا كده أعتمد على المحاضرة أوقات مثلا شيء أروح على اليوتيوب. طيب تهاني، خلينا نحكي شوي عن مرحلة ما بعد التخرج، يعني فرع هندسة أو الهندسة الغذائية هون بتركيا، شو هي مجالات العمل بهذا الفرع؟ لا، هو المستقبل العلمي لهذا التخصص هو واسع جدا والتطوير فيه كثير، سواء كان على المستوى التحليلي أو المستوى مراقبة جودة المنتج يعني الأغذية. أما فرص العمل في مثلا شركات إنتاج الأغذية،
معامل المعامل الصحة، المختبرات، مع في مجال التغذية والحمية الغذائية، في معامل الأدوية المتعلقة بالمكملات التغذية. تهاني، حاليا حضرتك شو يعني شو عم تشتغلي بعد ما تخرجتي؟ هلا أنا بصراحة خلال دراستي كنت أدرس بالمدارس السورية المؤقتة مادة الرياضيات، أما فيما بعد إن شاء الله رح كمل ماستر وأصير دكتورة بالجامعة. يعني هذا إن شاء الله يا رب. طيب وين عم تفكري، بأي مدينة؟ يعني هون بعنتاب إنه كونك درست الليسانس إنه هون، ولا عم تفكري إنه بغير مدينة؟ هلا هو الأفضل إنه واحد ينوع، بس أنا ما بين إنه هون الدكاترة أنا بعرفهم وفي كثير منهم بحبوني بحترموني، يعني إن شاء الله صرت إلي هون قبول أكثر. طيب تهاني، كونك يعني تخرجتي بمعدل عالي وحتى كمان انه نلت المرتبة الأولى بكلية الهندسة، طيب هذا الشيء انه ما بيعطيك انه خلينا نقول فرص استثنائية لحتى تكمل دراسات عليا او حتى ماستر او دكتوراه بالمستقبل؟ بلى، صرت لي العمل اكثر، لكن كوني اخذت الجنسية التركية لازم اعمل مثل الاتراك، في امتحان ألف، في امتحانات متعددة حتى أدخل أكمل الماستر. تهاني، شو بتقولي للطلاب يلي عم يحضرونا هلأ والمقبلين على الدراسة بتركيا؟ أول شيء بتمنى كل طالب يدخل الفرق يلي بحبه، يعني يمكن يدرس سنة سنتين ثلاثة ما يكون يحضر الفرق أي جاية يبدل الفرق. ثاني شيء برأيي أنه الكلية ما هي مهمة، يعني هو حسب وين راغب يدرس الفرع يدرسه، واهم شيء مثل ما قلت لك من قبل انه في برامج لازم ان يعرفها الطالب مثل اكسل وباور بوينت الى اخره. نعم، يعني بتقول انه لازم الطالب شوي يعتمد على نفسه، يعني ما يكون اعتماده الكلي هو فقط على الجامعه وعلى الدكاتره والمحاضرات، لازم يجتهد شوي على حاله. طبعا، لكن لازم بده قدره داخليه. تهاني، شكرا لك وبتمنى لك كل التوفيق والنجاح. عفوا إليك وشكرا لكم هذه الاستضافة. مشاهدينا، مكملين معكم بفقرات جديدة مع الزميل إبراهيم، لا تروحوا لبعيد.